السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا بعد الفيديو راح ننزلكم الجيم المسابقه اللي عملناها امبارح، اتمنى يعجبكم الجيم. فالسكواد الفائز بهذه المسابقه كان شاب اسمه احمد اس اف اف ار اف ار، بتمنى انه عفرين مختصر من كلمه عفرين، بس اسمه وشيران. احمد اس ومين وشيران، هذول الشخصين هن اللي فازوا بسببه. كان عندهم كيلات عالية وكان عندهم مواجهات بوشينكي وماتوا طبعا، بس هن اكثر عدد كيلات من بين 100 شخص اللي كان بالروم. فالف مبروك لكم الشباب، وتواصلوا معي على انستغرام، راح اكتب لكم اسم انستغرامي كمان بالفيديو، تواصلوا معي هنيك. بس بتمنى ما حدا يجي غير الشخصين هذول يكتب لي يبعث لي على الانستغرام ويقول انه انا اللي فزت مثل ما عملوا بالمسابقه اللي قبلها، ولما يعطيني الاي دي ادخل على اسمه بيطلع غير اسم. فهذا الشيء راح يبين يعني انه هذا انت مو انت الشخص اللي فايز. واذا بدك تحاول تغير الاسم اكيد ما راح تحسن، تغير الاسم. والفائزين بس فزتوا بالمسابقه لا تغيروا اساميكم لحتى تاخذوا الشدات تبعكم من المقابل اللي كان شو اسمه تاخذوه، وبعدين غيروا اسامي اللي بدكم اياه. لانه جاني واحد قال والله هذا انا اللي فزت وانا غيرت اسمي بعدين، فهذا الشيء يعني انه ما في عدل. وجاني واحد حكى معي وقال انه انا هو، وجد يعني 6 اشخاص حاكين معي من المسابقه اللي قبلها انه هو سنايبر الكردي الربحان، فما بعرف اي واحد منهم هو. لهيك بتمنى انه ما يصير في خربطه وكلها جيم وكلها يعني 600 شده، يعني ما بتسوى شيء لحتى واحد يوصل للمرحله انه تجي تشوه سمعتك وكرامتك كرمال 600 شده يعني، وتحت شوية تحت تنتحل شخصية الشخص الثاني يعني. مترجم عادي خلاص انت. فهلا بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. فأحمد وشيران تواصلوا معي على الانستغرام لحتى تاخذوا شدات، ولا اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم. كاميرا قلنا السلام عليكم. الطيارة من وين؟ بس ما حددوها. هلا حددوها بوشينكي. والله يا ريت نحن منزل البروزك بوشينكي. ما اتوقع يفوزني فيها. لا ما راح يفوزني فيها. شعر عنيد. بدك تسوي. بلال هو قهرمان. نعم. الآن. نزل حدا؟ ليك ما قلت لك ليك. مشاهدة هذا نازل هين. ابن كوبانا. لا مرة يا عمو ليك، يعني مو متفقين السكوادات، مو متفقين مع بعض. كيف هذا نازل سورة؟ كانوا 100 100 مستغرب ليك. في واحد طالع صح، في هون 2 راح يجيبوكو 40 و1. والله هذا نزل في عالم نزل بوشينك. انت سجل لي بوشينك انا هون. صور صور انت صور بوشينكي. Thank you.
لحد هلا ما في مواجهات. في عندك مواجهات؟ في بس في ناس مظلومة من الأسلحة. الآن رقم 9 يعبي المخزن. روح نجم 16. لا شو هذا؟ شو عم يسوي هون هذا؟ لا كمبر ليك 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 برات بوشنكي. لا اسلحة في ناس محظوظة. تعال ما لقيت شيء. حظية مثل ما بتصير معنا. رقم 50 شيل رقم 1. واحد ان شاء الله. دولة هربوا من هني. هون هذا قاعد بوشينكي مكمبر السكواد. لا هلا هذول اللي طبعا فنورمن بس ال 28 مون كلها حلوه. شيل قنبلة. ضرب قنبلة. شالو ما شالو؟ شالو والله شالو. لطخه. لا ما شالو. ما شالو ما شالو ما شالوا لسه. ولو هدول جماعة روز هوك بيان 61 واحد. احمد والله بوشينكي مدمر. بوشينكي لقيت. طيب اضرب. شو عم تسوي بعد ما راح دخل اضرب بربك انت الثاني؟ هدول لحد الامان اكثر شيء كله. 28 بوشينكي 20 20 28 معه 6 كيلو. والله حلو. في ليك هذول جماعة 30 وينهم يا الله؟ هذا بقين واحد من اثنين. انزلوا من البيت يعني معكم 6 كيل. انزلوا من البيت. ليلي مصطفى دخل قلنا له ما تدخل. دخل يلا. شو نفسه؟ ايش بخيه؟ تابعوا انت تابعوا شوف اذا في اكشن. هذول 28 شالو؟ 28 شالون ولا انا شالو 28؟ لا لحظة. هو صار شغلة ما كان واقف على الحرف ونزل واحد على حرف البلكونة. هذا معقول عنده 5 كيل. انت بحبش فيهم. انتقل انت ضل انتقل سام دي تابع هذا شوي. ارجع على الطرق. مش طرق من جديد. ما ارجع على 28 تنشوف شو بيصير بين 28 ومصطفى. 28 اللي كمان كلها. ايه فاجت عم يضربوا قنبلة. لا 28 نزلوا.
صحيح انه يكون هاكر، قالوا انه هاكر. لا مو هاكر، شالوه. لا لا لو هاكر كان بين. خلص لو كان هاكر حلو والله. هذا وحش، هذول بسكول شو عم يسووا؟ خطر. صارمون 10 كل الشباب هنا جماعة ال 28 انه معنا اكثر شيء لنا في جماعة 51 48 قدر قريب عليهم. اجل 18 انت تابعت 28 رح تابعت عنده منقطة هذاك. اجي هذا ليش صاحبه؟ طيب لازم يدخل يشتغل له، كان لازم يستغل النقطة بس ما استغل. لا بلحق اذا بيطلعوا هلا ما بلحق. عم يعبي دم. خلص شالوا بعض. غلط. لو كان لاعب كان استغل. لو شالوا مثلا لرفيقه وراح عليه هلحق. مو عارفون وين هنن يا زلمة، ما في تفاهم، شكله ما عم يلعب. صاحبه ما عم يحكي معه شيء. يعني ليك ما عندهم صفر كيل بصفر كيل. لا دول ايه 18 نزلوا 28. مات واحد 28 يا زلمة، واحد سرق الكل ما ودي بي. طيب كان فيك تستغل الفرصة انت الثاني كمان يا 28. ما ودي بي لازم يرمي لهم قنبلة. لو ما قنبلة هذول وين؟ لا شالوا طلع يا زلمة. هذول كل واحد بجهة، كل واحد بجهة. هاد ما نعود 28 انت عم تتابع 28؟ والله لعبهم حلو هذول الجوز كانوا 18 18 ما عندهم كيلات يا زلمة. هذاك حرام مات والله، ما عندهم 10 كيل حرام مات. تلفوا قنبلة لجوا. لا ثاني هذاك واحد ما عنده دم والثاني دمه هذا. شو عم تساوي؟ بس هذاك حرام حاشك حاله جوا الكوخ. انا لو هدول لو معهم قنابل كانوا شالوه من زمان. هذاك عبى الدم. نط. كفو كفو عليك. شافوا. ليك هذول جماعتي يا صنايع. ليك ليك. ما قلنا لا تروحوا يا صنايع. طيب ما قلنا شو اجا واحد ما له علاقه بام السالفه شالوا. لا ولو والله هو عم يروت يا حرام. شو رقم هذا؟ حرام ولو والله ما عنده كيلات كمان. ليك جماعه الكاميرا. طيب وحيار الله حرام اقسم بالله معهم 12 كيل كمان. 12 كيل ليك. طيب هذول بدهم يفوزوا يا زلمه. لا والله جماعه 48 كمان عندهم ايش اسمه كيلات. بس انا هلا ما مثل هذول لحد الان مو مثل. طيب ايه بس هنا كمان نفس المنطقه يعني عندهم 48 خوشين كمان. عم يواجهوا يروحوا على المقابلين على التسعه. تسعه؟ عاد نجم بوس بغين كم سكواد؟ 21 و4 و9 و
48 بوشنكي انسحبوا لورا هدول. شو مشان 21 و4؟ يا ربي زعلت على الحداك انا اقسم بربي اسم الشيران. هذا ملقلق ولا الثاني ملقلق؟ اي رقم 22. راح اشيل واحد منهم هذا. واحد 48 ماتوا؟ لا راح يمكن ضل عمره. لا والله راح احلو سيارة. طيب شو مشان ندعكم انتو؟ ليك طلع له من بناية ثانية؟ حلو في 24 ها؟ عشان يعرفوا كيف يلعبوا من البداية المواجهة. ما معهم كلات كثير. أربعة هذا لسه أول كل بجيبها. هذا نفس الشيء. أفنشك مايت. والله في واحد رقم 14 طاحش 10 في سوي قدامه سكواد رقم 10. سكواد رقم 10 جاء باقي راح 14. ما نور شو صار فيه؟ 9 شو صار فيه؟ ساتم بوشينكي 21 كمان هو بوشينكي عم بيلوت. مين هو؟ طبعا طاش على شو وحش يا زلمه جاي كمبر. وقف لانه ما قفل. شوف توقف عند البيت قلت رح يرجع عليه. رجع على الكمبر ليك ميت. رموا له قنابل والله شو هذا؟ تابع لي 10. انت تابع 10؟ تابع 10. لا انا متابع شب الحنطي. لا انا رح اشوف العشرة شوف شو قصته لانه عارفين مكانه. واحد شمال واحد يمين عارفين مكانه. استاهلة. معلش لحالك اطلع على البيت خذ كفر بالبيت. كبير رقم هذول وين يا زلمة؟ طيب ربكم اطلعوا على من السكول. هلا اجيت انت وين هذول؟ ما راح سكواد اللي عنده كيلات راح ياخذها لحد الان. لساته رقم 28 اللي كان عنده اكثر شيء كيلات راح نشوفها. اذا انا هن بياخذوا الكيلات هن بياخذوا ال مجنوب بوشينكي وغالبا كل السكواد الوحيدين اللي بيستاهلوا. يعني ليك في هذا سياره لاحقين هربانين رايحين على البحر. في سياره لاحقتهم. والله في سياره لاحقتهم. اي رقم؟ 41. 41 لاحق رقم 8. ليك المواجهة الحاسمة عند دروب سوف يتواجهون السكواد رقم 8 ورقم 48. هذا كان لما كيل هذول كيل 8 كيل خلصين؟ شالوا؟ شالوا. في مواجهات هون. مواجهات هون شباب. تسعة و 21 هرب. في 40 و 25 كمان نفس البناية. 40 20 لا مواجهة بين 25 و 9. نزل واحد ال شو اسمه مو قريب عليهم 40. خمسة وعشرين
ما ما كيلات ما بعرف، بس عندهم، يعني هذا سكواد 30 عندهم كيلات 8 كيلات. انت اي سكواد انت؟ لا 25 حاليا. 25 40 شو عم بيساوي؟ 40 هجم والله. إذا مضطر تموت قوم على الأقل واجه شلاك شوي. نحن نعرف وين المكان اللي جاي. ايش اقول انا ده؟ ل 41 خمسة. و40 الوحش بينه وبين رقم 30. هذا 41 30 بقيان. يعني هو حاليا هو الموجودين هنا ماشي حاليا. عندهم 8 كيل، اذا ما راح يوصلوا فوق 12 كيل الثانيين بياخذوا سكواد إذا جابوا 22. 12 كيلو جابوا بين الثلاثة الأوائل الان سكواد رقم 30 ياخذون سيارة ويركبونها سيارة سيارة ويتوجهون الى وين يتوجهون هذول؟ يتوجهون الى مانسيون. مانسيون بس تتوقع 40 شنو10 شنو شغلتكم؟ والله مخبين السيارة كمان رقم 40. راح يطول بالعشرة هيك العشرة قلت لك راح يطول بالعشرة. الان المواجهة بين رقم 30 والعشرة، سوف نرى من الفائز بينهم. انهم يضربون، انهم يرمون الرصاص. تقدم تقدم وتقدم قارب الفوزي سيارته، ان سيارته تدخن، ان سيارة تدخن مالبورة. خيو دير بالك على حركة ما يسعر. والله عم دخن مالبورة، طلعت دخنة سودا. 30 دندر دندر ما كبست موال كبسة ما نزل من السيارة. إنا لله وإنا إليه حرام. راجعون. حرام ليش الوحوش بيموت ليش؟ لا أدري يا صاحبي. لأنه عن جد مثل ما بصير فيني بعلق. يا هذاك من شوي ما صار فيني هيك. أنا من شوي ضربت بجروزة بدي أضرب على واحد شاني بدي يبيه وأنا معي جروزة ما عم يضرب معي. عرفت عرفت ليش عرفت إنه علقت موال كبسة؟ لأنه ما كان عم يقوى تعرفت شوي. يكون معلق عنده. يكون معلق ومنزل. إنهم يلوتون الآن الجثث الهامدة، فلنرى ماذا يحدث. 41 هلا 40. هيا قم بطيران السيارة شوي بطيران السيارة. عمل كل شيء وما علق على اللعبة يعني يا زلمة. سكواد 41 كمان إجوا 40 و41 راح يشتبكوا. 40 و41 كمبر اخذ وضعية السحلية، قام عم سدد هدف ضرب واحد نزل نوك. بقينا الثاني ورا الدروب عم بيهيل صاحبه. اركب السيارة خلينا نطحش عليه ونجيب اجره. شنو هذا يا زلمة؟ بكيسي بكيسي لا ترحم انت عمو. شو قصتك مشان شو اسمه رويجانو سجوبا رويجانو الان؟ هذا 21 وينه؟ قريب عليهم والله. لا لا كبير يا زلمه دير. لما تلفك اللاعب اركض اركض اخوي عامر. اشرد اشرد الهريبة تلتين المراجل. اشرد اشرد ابو البيكيس طلقتين مشان يكون ام ثابت يجيب اجل. مش شباب عم تابع هذاك. إن لله وإنا إليه راجعون. الآن نقطة الالتقاء بين سكواد 40 وسكواد 10. والله أنا عم تابع الخريطة 10 هلا. نقطة الالتقاء بين سكواد 40 وسكواد 10. فنقطة الالتقاء راح بظن انه راح يكون درو، بس الله عليه من الدروب راحت برا الزون اصلا. برا الزون المواجهة راح تكون برات الزون، والفائز راح يكون سكواد رقم 28. ونقول مبروك عليكم الشدات، وتواصلوا معي على الانستغرام راح اعطيكم شدات حبيبي، لانكم الوحيدين تستاهلوا. كان مواجهات حلوة بيناتكم عم تواجهوا بس من اول الجيم، من اول الجيم 12 كيل وعندكم مواجهات حلوة بوشينكي. والف مبروك عليكم شدات، وخلينا نشوف اللي نتابع. وكل ما معه كيلات مكبر من الصبح كان يعني. اول كيل اها النقطة الالتقاء هي الدروب مثل ما قلت لهذول انسحبوا على الزوم.
ف40 انسحب على الزون 41، راح على دروب جديد، رجع على دروب جديد. عمو راح الله يرحم الدروب، هذا دروب قديم. شو كان اساميهم السكواد واحد شو اسمه 28؟ في واحد بتذكر شيرانو يمكن؟ هلا بنشوفه اخر شيء بيطلع لنا الاسم. يا يلوت شو اسمه لا يا زمن شفت البخت هم وعذاب. سامع كينو احمد بالعربي؟ فكرت احمد تبعي صاير شطور يعني حفرين يمكن. ستة بستة يعني مواجهته كان حلوة يعني والله بصراحة. هنا الرقم 4 10 ينطلق مثل الصاروخ الى رقم 41، مثل الصاروخ الى 41. الان المواجهة حاسمة والمواجهة النهائية. شوفهم البيكيس سوف تفرمكم فرما شديدا الان وتساويكم بقدونس تبعتكم على الدوبي تعمل منكم تبولة. لك وين رايح حجي وراكم؟ اضرب خليهم يرجعوا. والله كمبر بده ياخذ وضعية الثبات، ما بيرجعوا. يلا شوفوا بيروحوا على البحر. في معه كار هرب، اخذ السيارة وترك صاحبه. لا يا اخي اصلا والله. طيب حجي انت وين تركت صاحبك؟ وين ترك صاحبك؟ بدي اعمل عليه فلانك. صاحبك بعيد وبدك تعمل عليه فلانك. بكيسة ضد بكيسة، البكيسة ضد بكيسة، سكوب 6 على البي كيس وهذاك سكوب ريدوت. عم بقول لصاحبه تعال ساعدني انا في مأزق. حجي هو عند البيت اخذين وضعية حلوة 41 لانه هم فوق الجبل. انهم فوق جبل وهم تحت الجبل، فهذه الوضعية مناسبة للفوز. اسكت على غير صراحة رح معلق على اللعبة يا زلمة، خليه يكون فيها كوميديا ما ان كمبرين ومكمبرين. انسحاب هي تكتيك جزال كثير وجميل، انا مع الانسحاب بهيك وضعية بس مو الهريبة والكمبرة. طيب هلا تركت صاحبك اخذت سيارة ورحت، رجعت اخذت صاحبك كمان؟ لا صاحبه اجل عنده بالسيارة. والله انا بدل صاحبه ما بشيله اذا بينزل نوب، بس بده يأمن شو اسمه الشدات زلمة. ايه انا مفكرين انه راح يامنوا شدات على شو؟ شو معهم كم كيلو يا زلمه؟ معهم 6 كيلو. بدهم دبلون لسه. بدك 13 كيلو حبيبي. اذا جاب 12 ومركز اول شو؟ ايه اذا جاب 12 مركز اول. بس وين 12 يا زلمه؟ بقينا 2 انت ثاني لا تجلطني. هو يرمي سموك اللي عندك شو بيعمل؟ ركب السياره. سولف. سولفني هذا مع بعض مشان العالم ما تفهم شيء. لقد ضرب سموك ولقم البيك. لا ما عم لقم البيكيسة. الفلانك حلو بهيك وضعية بس هدول لسه مكبرين هون. هجي راح 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 ليك وليك بيعرفوا ياخذوا الوضعية. بدل بدل الاحساس يا بنتي روح. سكوب 6 على كار، انها سكوب 6 على الكار. جاب اجله. والاخر ياخذ طلقه في منتصف جبينه بعينه. لك يا بني ادم ليش جبت السياره؟ هلا بفجر السياره فيك. لا والله ضربه دمج مو بس شوي راح نصدمه. عرفت عم يضرب. كنت تفجر دوالي مشان ما يضربك من تحت الدولاب يعني يا استاذ. طيب هو ماشي بالاوبن، اضربه برصاص كور. والله ضربه طلقه ما هذاك الدم. اشوف اللي عندي حبيب القلب شو عم تسوي انت؟
مين وبيع هو زمان ولا ما عارف شو اسمه؟ رجع دمه طيب والله. كمان دمه نص يعني ربع تتر بس. والله لا والله اللي غيره كان هذا وقعني. شو صافك عجل 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 قبل ما يطفش عليك عجل. نزلوه. عملوا له بلانك. جماعتك عم يعملوا بلانك اللي عندك. طب وين عم تضرب قنبلة يا بني آدم؟ واحد بيضرب قنبلة له؟ بس هذا لا انتبه والله ليه بضرب قنبلة نارية. هذا المفروض يرمي قنابل. هذاك دمه له كمان. بكيسي وهذاك شو اسمه هذاك دمه له ما بيحسن يطلع. ما هو دم شكله. ما هو دم اكلوه. لا هذا مش صاحبه. والله عم ينسحب انسحاب كثير. ما عم ينقص بسرعة شكله وعم ينقص الكاميرا. وعم يمشي كمان مشكلة احنا عم مشي كتير هذاك عم بيقول له روح الله ما دولي بس مالي جاي تعال اعمل معه التحالف يا زلمة خود الجيم كيف شالوا هنا الثاني شالوا 41 شالوا كفو 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 عليكم بس ما عندكم كيلات كثير عندكم سواكي